فإذا نرجع نعيد بسرعة. الـ O2 enters the combustion chamber. The organic compound burns with oxygen. Then the gases released through this long tube. In this portion of the tube, we place concentrated sulfuric acid in a capsule. The concentrated sulfuric acid acts as the dehydrating agent. Yani it absorbs what? What does it absorb? ما عم تسمعوني صبايا وشباب؟ صبايا وشباب ما عم تسمعوني؟ بلا أستاذ. Absorbs water. فلذلك إذا كان عنده mass M1 قبل الكومبشن. Before combustion. وصار عنده mass M2 after combustion. The difference between the two masses will be mass of what? Of H2O. The mass of H2O good released from combustion. بالبورشن الثاني هون رح نوضع كابسول ثاني بس هاي الكابسول رح نحط فيها KOH. KOH شو بيساوي؟ Absorb carbon dioxide. Absorb CO2. عشان هيك إذا كان عندها هي M1 before combustion و M2 after combustion راح يصير M2 minus M1 هي شو؟ الماس للCO2. الماس للCO2 released. هاي فكرة انه كيف نعرف الماسس of water released and of carbon dioxide released. نيجي على الكربون element. Quantitative analysis. Of carbon element. انت بشكل عام يا استاذ اذا بدك تعرفي ال percentage by mass للكربون by mass in a sample معينه of organic compound بتقولي ال percentage by mass of carbon هي الماس للكربون على الماس للسامبل تايمز وات تايمز 100. اوكي حدا عنده مشكله فيها لهي الايكواليتي؟ لا. اوكي اذا عندنا سامبل احنا معينه عندها ماس معين بنعرفه اذا بنعرف الماس للكربون اللي بقلب هاي السامبل بنقدر نجيب البرسنتج باي ماس لل كربون قاعدة عامة يعني ما لنا فيها شيء ولكن كيف بدنا نربط الـ percentage by mass كيف بدنا نربط الـ percentage by mass لل للماس اوف كربون دايوكسيد ريليزد. طبعا احنا في عندنا assumption عندنا افتراض انه all the carbon in the organic compound during combustion will be converted into carbon dioxide gas. كل الكربون اللي بالorganic compound بيعمل reaction مع الاكسجين بيعطينا carbon dioxide gas. لذلك from the stoichiometry كل 1 مول of carbon عم تعطينا 1 مول of
كربون دايوكسيد. وبالتالي المولر ماس اوف كربون هي 12 جرام. يعني كل 12 جرام اوف كربون راح يعطونا مولر ماس اوف CO2 اللي هو 44 جرام بير مول او 44 جرام اوف CO2. كانه عم نقول كل ما احترق 12 جرام من الكربون عم يعطونا 44 جرام اوف CO2. هلا اذا عندك ماس اوف كربون انت حيعطيني ماس اوف كربون دايوكسيد. اما الكروس كروس مالتيبليكيشن هون كروس مالتيبليكيشن what can we conclude mass less c شو راح تكون بتساوي الماس لس سي بتساوي 12 ضرب الماس لس سي او 2 على 44 12 تايمز الماس لس سي او 2 اوفر 44 جود جود ذن سبستيتيوت ذس ايكواليتي in percentage of carbon. وين نعوضها؟ نعوضها هون. Percentage للكربون by mass equal. الماس للكربون شو نعوض محله؟ In terms of mass of CO2. 12 over 44 times الماس لل CO2 على الماس للسامبل ضرب 100. هيك احنا بنكون طلعنا البرسنتج باي ماس للكربون ان ان اورجانيك كومباوند ان تيرمز اوف ماس اوف سي او 2 اند ماس اوف ذا سامبل يوزد. اني كويستشن؟ اني كويستشن أستاذ؟ نعم. يعني هلأ هاي حفاظ ما بتتغير صح؟ أكيد. يوسف دحويش إذا ما فات يرجع يحاول يفوت. Any question? Any question? Okay. خلينا نشوف الهيدروجين كيف بنجيب the percent by mass of hydrogen in an organic compound. طبعا احنا هون for carbon افترضنا انه all the carbon in organic compound is converted into CO2. Into CO2. هلا بدنا نفترض بدنا نجيب البرسنتج للهيدروجين باي ماس شو بيساوي كمان نفس الشيء نقول البرسنتج للهيدروجين باي ماس
in an organic compound equal. The mass of the hydrogen present على الماس للسامبل times 100. رح نفترض انه all the hydrogen in the organic compound is converted into water. Into water. Half O2 gives H2O. إذا نعمل لها بالانس عندنا 2 H نحط هون 2 صارت بالانسد. اوكي. يعني 2 مولز of H أعطونا 1 مول of H2O. يعني 2 into 1 grams لأنه المولر ماس لل H 1 جرام 2 into 1 يعني 2 grams of hydrogen راح يعطونا 1 مول of H2O and the molar mass equal 18 gram per mole أو 18 جرام. فإذا كيف نجيب المولر ماس بتعرفوا أكيد equal 2 molar mass of H plus 1 molar mass of O equal 2 into 1 plus 1 into 16 equal 18 gram per mole. Mass of hydrogen حيعطونا mass of H2O. نعمل cross multiplication هون. ليش هون؟ لأنه هاي هي نفسها هاي بس حولناها لجرام. من هون احنا بنقدر نجيب ماس لمين؟ للهيدروجين. equal what؟ 2 جرام نضرب ماس لل H2O على 18 على 18. 2 over 18 times الماس لل H2O. صح؟ اوكي. هاي substitute it in where percentage of hydrogen by mass. يعني هون. يعني صارت percentage للهيدروجين equal. طبعا by mass equal. mass للهيدروجين شو هي؟ in terms of mass of H2O produced. 2 على 18 ضرب 2 over 18 mass لل H2O produced over mass لل sample احنا استعملناها times 100. وبالتالي هاي الايكويشن او الايكواليتي تبعي اللي بتجيب لنا البرسنتج للهيدروجين اذا كان معنا الماس لل water produced. Any question؟ حد عنده سؤال؟ نعم. بأي سؤال لنا نكتب كل هاي الخطوات لنوصل للقاعدة آخر إشي ولا دغري بنحطها من حال؟ ممكن ببعض الأسئلة تحتاج تكتبيها مباشرة لهاي. ببعض الأسئلة الآخرين ممكن تستعملي هاي مباشرة. يعني بدون هالتفاصيل اللي هون حسب صيغة السؤال حسب المطلوب. إذا قال لك بده البرسنتج للهيدروجين فيك تكتبي هاي مباشرة. إذا قال لك بده الماس للهيدروجين اوكي يمكن يقول بده الماس للهيدروجين فمضطر أنت تكتبي هاي الإيكويشن اللي هون شفناها لنجيب الماس للهيدروجين in a given sample. وصل الجواب اللي بدكم اياه؟
اوكي. Any other question? Now let's move to the percent by mass للسلفر. قديش كيف نجيبها؟ طبعا القاعدة العامة اللي احنا اتفقنا عليها انه اي قيمة بدنا نجيب البرسنتج باي ماس لإله بيساوي الماس للسلفر على الماس للسامبل للسامبل تايمز 100. هاي الأساسية، هاي اللي بننطلق منها احنا دائما. ولكن هون في عنا خطوتين بدنا نعملهم. طبعا هون ما في عنا كومباشن، الكومباشن بس للهيدروجين والكربون صح؟ هون لازم نعمل هالستبس، تو ستبس. اول وحده تريت ذا سامبل اوف اورجانيك كومباوند انتو سوري تريت ات وذ treat the sample of organic compound by hot nitric acid. What happens? What happens when we treat the organic compound by hot nitric acid? All the sulfur content, كل السلفر الموجود بالorganic compound will be converted into what? Into sulfate ions. اسمهم sulfate ions. ماشي الحال؟ فإذا بنجيب الorganic compound السامبل اللي بدنا إياها بنحط عليها نيتريك اسيد هوت نيتريك اسيد يعني كونسنتريتد سلفوريك اسيد سوري كونسنتريتد نيتريك اسيد. السلفر اللي موجود بالاورجانيك كومباوند راح يتحول كله لسلفيت ايونز. بعد هاي الخطوه نعمل الخطوه الثانيه اللي هي عبارة عن adding أو add excess barium chloride solution. Ba2 plus plus 2Cl minus barium chloride solution in excess. بنزيد بالزايد. ليش؟ To precipitate all the sulfate ions لحتى لما نخليهم يترسبوا. كيف بيرسبوا؟ على شكل as barium sulfate اللي هو عبارة عن solid white precipitate. White precipitate according to the following equation. الباريوم 2 بلس اللي كان موجود بقلب الباريوم كلورايد سوليوشن مع السلفيت اللي موجود ب السامبل اللي عملنا له تريتمنت وذ هوت نيتريك اسيد تعطينا باريوم سلفيت سوليد. هاي البريسيبيتيت اللي لونه وايت.
من هون بنقدر نقول إنه كل واحد سلفر عم تعطينا واحدة باريوم سلفيت، one mole of barium, one mole of sulfur، لأنه هون في S1 عم تعطينا one mole of barium سلفيت. يعني كل 1 جرام، كل 1 مول اوف سلفر اللي هي عندها 1 مولر ماس اللي هن 32 جرامز. طبعا هذول المولر ماسز للالمس بيكونوا جيفن، يعني المولر ماس للسلفر ايكوال 32 جرام بير مول، هذول جيفن. ما حدا يقول مننا عم نجيبهم الاستاذ وكيف بدنا نعرفهم ونتذكرهم، هذول جيفن. 32 grams عم يعطينا 1 mole of barium sulfate اللي هي عندها molar mass equal قد ايه؟ نقول 64 زائد 60 زائد 32 بس في بعد الباريوم. الباريوم كلهم بيطلعوا مع بعضهم 233 جرام بير مول. 33 جرام. هلا الماس للسلفر عم يعطينا ماس للباريوم صلفيت. هلا ممكن حنين تسألني كيف بدنا نعرف الماس للباريوم صلفيت ما هو موجود بقلب السوليوشن؟ عشان هيك بس يتكون الباريوم صلفيت سوليد بنعمل له ثلاث خطوات. اول شيء فلتريت، بنصفيه لنحصل عليه سوليد. بعدين بنعمل له دراي، بنحطه باوفن لينشف. وبعدين بنعمل له واي نوزل، ساعتها بنعرف الماس اللي له. فاذا فلتريت دراي واي بنحصل على الماس اللي له. هلا شو صارت عندنا هون القضية؟ بدنا نجيب الماس لمين؟ للسلفر. الماس للسلفر. راح امحي هون اكتبها هون. شو صار الماس للسلفر ايكوال؟ 32 ضرب الماس لل بي اي باريوم صلفات اللي هو صليد على 233. هلا شو هي 233؟ هي المولر ماس للباريوم صلفات. اوكي، هي مولر ماس للباريوم صلفات. اوكي، هاي وين نروح نعوضها؟ بالبرسنتج. substitute in percentage of sulfur هون. فاذا percentage للسلفر equal الماس للسلفر، بنعوض محلها هاي. على الماس للسامبل تايمز 100. يوز ات دايركتلي، يو كان يوز ات دايركتلي، الا اذا هو قال لك بده الماس للسلفر بالاول. يعني اذا قال لك بده الماس للسلفر بنستعمل هاي، بعدين بنستعمل هاي. شوف يا استاذ، اذا قال لك جيب الماس للسلفر اوكي واستعملتي هاي ماشي جبتيها، إذا قال لك بدي البرسنتج للسلفر دغري بتعوض الماس للسلفر اللي انت حسبتيه هون هون. فهمنا كيف؟ ما في داعي نرجع نكتب هاي الكواليتي كلها، يعني نستخدم القاعدة اللي فوق. ايوه بالضبط، إذا قال لك جيب الماس للسلفر، جبت الماس للسلفر انت تعوضيه هون دغري.
وبتطلع البرسنتج للسلفر لانه هي ذاتها، يعني ما انت شو عم تعوضي هاي هون بس تعويض، فهي ذا سيم. ماشي. اوكي راح اكتفي لحد هون اليوم عشان تقدروا تدرسوهم. المره القادمه ان شاء الله بنكفي. استاذ راح ابعث لكم اياهم تقولون على الدفتر وتدرسوهم اذا الله رب. ماشي. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك يا رب. يعافيك استاذ. يعافيكم يعافيكم يا رب. الله يوفقكم يا استاذ. يعطيك العافيه. الله يعافيك عم. شو مال ريان السيدي؟ Thank you.